السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. إن شاء الله راح نحاول نشرح محاضراتنا الخاصة بالإنترودكشن أوف هيدروليك ستراكشر، نوفرها أونلاين بالإضافة إلى توفيرها داخل القاعات الدراسية. فأول محاضرة عندنا بهذا اليوم، إحنا سبق ونوهنا بالمناسبة، هاي مجرد بعض المصادر البسيطة عن المادة، وضفت لكم الآن العديد من المصادر الأخرى للثيوري أوف إريجيشن ستراكشر اللي هي خاصة بمنشآت الري. فأحد المنشآت، نعرف إحنا المنشآت الهيدروليكية هي منشآت حيوية عديدة وتناولناها، منشآت الحماية، منشآت الري، anything إن شاء الله راح نتناولها بمحاضرة رقم 4. خلينا نركز على محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي نظريات الزحف أو الفيلر. إحنا سابقا وتناولنا أو قلنا أو بلغنا إنه أنواع من الفيلر تصيب المنشآت الهيدروليكية هي structure failure والسيبش فيلر والهايدروليك فيلر. احنا قلنا ان الهايدروليك فيلر نوعا ما فشل يكون يعني شلون مثل ما نقول انه عميق جدا وصعب انه تسوي له تريتمنت. الستركتشر فيلر ايضا له فد مواصفات ونسبه الفشل بيه تقريبا 25%. السيبش فيلر نسبه الفشل بيه 40%. السيبش فيلر شنو يقصد بيه؟ انه هو التسرب اللي يصير اما اسفل المنشات الهيدروليكيه او داخل نفس جسم المنشات الهيدروليكيه، خاصه اذا هذه المنشات الهيدروليكيه صنعت من ماده امبيرمبل لاير. يعني شنو؟ يعني ماده يعني نفاذه بيرمبل لاير، مثل كأن تكون السدود الترابيه او غيرها. فحتى نتناول هذا النوع من الفشل عندنا ثلاث نظريات للزحف، اللي هو طول خط الجريان اللي يصير داخل التربه او داخل جسم المنشأ بتأثير الهيد لوسز. اول نظريه وابسط نظريه هي نظريه بلاي، بلاي كريب ثيوري، اللي هي نظريه بلاي لخط الزحف. هاي النظرية مباشرة طبعا empirical، تعتمد هاي النظرية على possibilities، إمكانية البيركوليشن التداخل أو الترشيح اللي يصير ضمن مسامية التربة البروس سويل. هذا ممكن إنه يجيك كسؤال what's it depended on apply creep theory، it's cool it depended on possibilities of percolation in porous soil. تمام عيني لهنا، وانتبه البروس سويل وين؟ مو اي بروس سويل اعتبره سيبج. اذا تربه اعتياديه وماكو فوقها منشا اسمي انفلتريشن، لكن شرط لازم هذا البيركوليشن او الترشيح يصير تحت الفلور اللي هي ارضيه المنشا. هاي اهم فقره ننتبه عليها. تمام عيني؟ فدي يوضح هنا يقول انه هاي النظريه تعتمد انه لما يصير عندي انه جريان ضمن السب سويل بلو اللي هي التربه اللي تصير اسفل ارضيه المنشأ، المنشأ الهيدروليكي، مقدار هذا الماء يسري يسري بتاثير فرق الجهد الهيد لوسز، واكيد راح يصير هيد لوسز. فاحنا شو نريد بهاي النظريات؟ نريد قدر الامكان هو التسريب يصير لا محاله. نريد بهاي النظريات هذا الماء اليسري من الابستريم من المصب الى المنبع، نريده قدر الامكان يكون ماء يعني انه باطول مسار ممكن، يعني نقلل الجهد الخاص به حتى يوصل اول شيء حتى اقلل مقدار ضغط الاصعاد المتولد على ارضيه المنشأ، واقلل مقدار الاكزيت جريدنت تدرج الخروج المتولد بالداون سترين. اذا حتى اولت هاي يعني اقلل هاي الامرين استخدم جدران قاطعه يسموها الكتوف او الريتينينج وول. هاي نلاحظ هنا عند الريتينينج وول هنايه وهنايه وهنايه، هذا شنو اسمه؟ اكيد الى ديبث عمق معين. يقولون اكو هم اكو امكانيه انه يعني بعدين لما نوصل للاسبشن. فهسه هذا الهيد لوسز اللي هو الاتش ال، هذا الارتفاع نسبه الى ال الكلي يسمونه الكوفيشنت بلاي، اي يسمونه معامل بلاي او يسموه الهيدروليك جريدينت، التدرج الهيدروليكي. تمام عيني؟ شنو يقصد؟ يقصد اسد دي، هاي دي بصوره عامه. فهاي المسافه تتقسم الى ثلاث مسافات، الاولى اتش ال، اتش سي، اتش دي. شنو يعني تقصد؟ يعني هاي اول وحده اتش ال، من راح يسري الماء منها؟ راح يمشي بمسافه افقيه عموديه بهذا الشكل زائد يسري من هذا الشكل، فايش قد اذا قطع هنا؟ قطع 2 دي 1. اجى منها وعاتها منها 2 دي 1 زائد هاي المسافه من هذا الكتوف لهذا الكتوف ايش قد؟ ال 1 زائد قطع هاي المسافه دي 2 رجع قطعها 2 دي 2 زائد ما هاي المسافه الافقيه ال 2 زائد هاي دي 3 منها من هنا لهنايا. ايش يقصد هو هسه يقول؟ يقول المسافه الافقيه الكليه ال 1 زائد ال 2 شو مسميها؟ مسميها بي.
زين، الايل الكلي شنو؟ هذا الايل الكلي شو يساوي لك؟ يساوي لك بي اللي هي حاصل جمع الايل 1 زائد ال 2 زائد 2 دي 1 زائد 2 دي 2 زائد 2 دي 3. تمام عيني؟ هي هاي نظرية حتى تحسب انت الايل، مو انت الهيد لوسس يساوي لك اتش ال على ال. تمام عيني؟ شوف لاحظ هنا اتش ال على ال بالنسبة ل 2 دي 1، بعدين اتش ال على ال في ايش قد؟ 2 دي 2. هذا شو يسمونه؟ يسموه الهايدروليك جريدينت، اللي هو تدرج الهايدروليكي. راح يعني ان شاء الله تتناولونه بماده الفلويد بشكل تفصيلي اكثر لما تاخذون معادلات حفظ الطاقه ومعادلات برنولي، فراح تعرفون وين الهايدروليك جريدينت، وين خط السرعه، وين الخط الهايدروليكي. تمام عيني؟ وتناولونه ايضا بماده الاوبن شانل. فهسه تحسب انت هذا المعامل شو يسمونه؟ يسمونه معامل بلاي، اللي هو الاتش الفرق الهيدروليكي على الايل، على طول المسافة اللي يقطعها هذا الماء لما يصير ببيركوليشن تحت بالتربة اللي تحت المنشأ الهيدروليكي. الاتش نفس الاتش، وش قد مقدار الارتفاع الهيدروليكي؟ ايش قد مقدار الماء اللي مخزون هنا جهة الابستريم بالمصب؟ زائد المسافة الافقية، المسافة الايل مو الافقية الايل، وانما طول الخط او طول المسافه اللي يقطعها الماء حتى يصل الى منطقه المصب الداون ستريم. فهاي تناولناها، قلنا هي عباره عن بي زائد مو هي 2 دي 1 زائد 2 دي 2 زائد 2 دي 3، فطلع الاثنين برا وجمع ذني الثلاثه. هذا الهيد هو عباره عن فرق يعني الهيد ووتر. اذا كان عندك بالداون ستريم بالمصب ماء، فتقول مثلا نفترض هذا نسميه اتش 1 وهذا نسميه اتش 2، فتقول هو عبارة عن H1 ناقص H2. لكن في أغلب الأحيان الماء بالداون ستريم صفر زيرو، فش نسوي؟ فنقول هو الهيد لوسز دائما هو هذا الاتش الموجود هنا، لأن إذا قلت أنا فرق الهيد هذا ناقص صفر فيبقى نفسه هذا. لكن إذا أجاكم بالامتحان أنه أكو هنا هيد لوسز بالداون ستريم، فتقول أنه الهيد مقدار فرق الجهد بين الأو ستريم والداون ستريم هو عبارة عن H1 اللي هو الماء ارتفاع الماء بالابستريم ناقص الاتش 2 ارتفاع الماء بالداون ستريم. هذا هو السي، يسمونه بلاي كوفيشنت. تمام عيني؟ فالبلاي كوفيشنت هو عباره عن ال على اتش. النظريات اللي وضعها عالم بلاي، النظريات هاي ممكن يجيك كويستشن وذا اسامبشن اوف بلاي ثيوري. نمبر 1 الهايدروليك سلوب، الميلان الهايدروليكي او التدرج الهايدروليكي شو يعتبره؟ اعتبره كونستانت، يعني ما يتغير خلال الامبرفيوس ليه. هاي اول يعني اول فرضيه له. الفرضيه الثانيه البيركوليتنج اللي الارتشاح اللي يصير للووتر لخط الزحف، يعتبره انه كونستانت وما يتغير خلال الهيد لوسز. يعني شنو؟ يعني هذا مقدار الماء طول الماء اللي داخل هي عبارة عن مجموع المسافات العمودية زائد المسافات الأفقية، الهوريزونتال ديستنس زائد الفيرتيكال ديستنس. الحالة الفرضية الثالثة قال ممكن بحالة واحدة نوقف التسرب للداون ستريم. شنو هي هاي الحالة؟ إذا أنا مديت جدران قاطعة امتدت تحت المنشأ، شرط هاي نهايتها تكون تلتصق مع طبقة غير نفاذة، طبقة غير نفاذة. أخذته بالجيولوجي بالمرحلة الأولى، أكو طبقات للتربة بالجراوند ووتر، أكو نوصل إلى طبقات يسمونها انكونفايند أكوفر، طبقات صلدة جدا. فإذا امتدت هاي مع الطبقة الصلدة يجي الماء لهنا ينحصر لأن ما أكو إلى منفذ. بينما إذا لا، إذا الطبقة امبيرمبل لا راح يجي هنا تلقائيا بيرمبل عفو، يجي هنا يعبر ويصل إلى هذا إلى أن يكمل مسيرته الأفقية والعمودية حتى يصل إلى منطقة المصب. لكن قال إنه ممكن إيقاف النظرية الثالثة، إيقاف البيركوليشن تحت المنشآت الهيدروليكية إذا أنا مديت الكتوف الجدران الساندة إلى مرحلة تلتصق أو تتصل أو يصير بها كونكشن مع الإمبيرمبل لاير اللي هي الطبقات الصلدة الإنكونفايند أكوفر. تمام زين، هذا بس هذا راح يكون مكلف جدا من الناحية الاقتصادية، ويعني غير معمول به. يعني يمكن انه هذا انا حتى اوصل للإمبيرمبل لاير على بعد مثلا 2 كيلومتر تحت الارض، فهل يا ترى انه انا امد الرتين نقول 2 كيلومتر تحت الارض؟ راح يكون جدا مكلف وغير اقتصادي. هسه زين، عرفنا السي انه هو المعامل الهيد لوسس اللي هو الخسائر اللي تصير لكل وحدة طول، يسموها تدرج الهيدروليكي.
هو هذا ونفسه هو معامل بلاي. هون هنا ان شاء الله ما عندنا مشكله. نرجع هسه الهيد لوسز راح ينخسر على 3 مكانات، راح ينخسر بالبدايه بالابستريم، وراح ينخسر انترميديت بالوسط، وراح ينخسر بالداون ستريم. بالابستريم شنو نسميه؟ اتش ال على ال، هذا ثابت في ايش قد المساء 2 دي 1. هنا اتش ال على ال في ايش قد 2 دي 2، وكذلك هنا اتش ال على ال في 2 دي 3. شيد هاي هنا مفسر لك اياها، اريد اوصلك مرحله انه تعرف شنو مقدار الاتش سي. اذا العديد من الطلبه سالوني ست شحفظ يا قانون الاتش سي زين، هسه ست هذا الاتش سي منين جاني؟ هو اتش على ال، ال ناقص 2 دي 1 تشابه مثلثات. عندك هذا الطول الكلي اسمه اتش، الطول اللي بالانترميديت شنو اسمه؟ اتش سي. والطول النهائي شنو اسمه؟ اسمه اتش اي. اذا المسافه الكليه هي ال عمودي زائد افقي، زين لهنا انا فقط 2 دي 1. اذا هاي المسافه ايش قد مال هذا المثلث؟ ال ناقص ايش قد؟ 2 دي 1. فطبق وكانه طبق له انه تشابه مثلثات. فاذا اريدك تعرف انه الهيد لوسز اللي يصير ات بوينت وين؟ اذا قلت لك، اذا طلبت من عندك بالامتحان قلت لك الهيد لوسز ات بوينت، خلينا نرجع ات بوينت هنا له. هاي البوينت اللي هي بوينت سي، شو تقول لي؟ شو تحسب لي؟ تحسب لي الاتش سي. اذا قلت لك ات بوينت اي تحسب لي الاتش اي. هسه اذا هذن ضروري تعرفهم، ذن القانونين الاتش سي. تمام عيني، تعرف لي اياه لازم، هذا الاتش سي لازم تعرف لي اياه، والهيد بوينت ات يعني بنقطه اي، الاتش اي لازم تعرف لي اياه. هذن منين جبتهن؟ ذن القوانين منين اجني؟ ذن القوانين اللي هي الخاصه بالتدرج الهيدروليكي اجن من تشابه المثلثات بين هذا المثلث الرئيسي الكبير مع هاي المثلث. يعني لو طالبه من عندك شو تقول لي هسه؟ لو طالبه من عندك الاتش سي شو تقول؟ تقول بين المثلث الكبير وبين مثلث الاتش سي. المثلث الكبير شنو هو؟ طول الارتفاع الهيدروليكي الى اتش الى المسافه الافقيه الى ال يساوي لنا اجر خط كسر، هذا ايش قد طوله؟ اتش سي الى مسافته الافقيه ايش قد؟ هو الكلي ال ناقص ايش قد هاي المسافه؟ 2 دي 1. فتقول ال ناقص 2 دي 1. نزي اذا لو طالبه من عندك تحسب الاتش اي، اذا بين المثلث الكبير وبين الاتش اي، اتش على ال يساوي ان اتش اي على ال ناقص هاي المسافه ايش قد؟ هاي المسافه ال ناقص شنو؟ ناقص 2 دي 1 ناقص 2 دي 2. او عندك يعني ترهم 2 دي 1 ناقص 2 دي 2 تحسب الاتش اي. تمام عيني. فهاي القوانين راح تكون امامك جاهزه، هاي القوانين اللي هي الاتش سي عرفت منين اجى، وكذلك الاتش اي حتى تعرف ذني منين اجن. تمام عيني. هذا الاتش اي، هذا الهيد لوسز او الهيدروليك جريدينت عندنا نقطه اي، وهذا لا الهيدروليك جريدينت ات بوينت سي. هذين القانونين ضروري تاكدون عليهم. تمام. بعد ذلك لازم اني من حسبت هاي الحسابات اريد لازم اامن ضد نوعين من الفشل اللي هو فشل البايبنج اللي هي البايبات اللي تصير او احنا نسميه تدرج الخروج اكزيت جريدينت او يسموه الاندر مايننج. شو تسوي انت؟ تحسب لي هذا، تحسب له طول خط الزحف هو هذا الال، حتى تحسب الفاكتور اوف سيفتي ضد البايبنج لازم تحسب الال طول خط الزحف يساوي لك السي في الاتش. السي معامل بلاي اللي هو اتش على ال يساوي لنا 1 على سي. فهذا خاص الجدول التيبل بمعامل بلاي على حسب نوع التربه عندك قيمه سي، فتحسب السيف اكزيت جريدينت. يعني من اجيب لك بالامتحان يعني يعني تشيك السيفتي اجينست بايبنج او اكزيت جريدينت، وتشيك النوع الثاني هسه راح ناخذه ابلفت برجر. هسه احنا علينا بالبايبنج او اسمه له اسم ثاني يسموه اكزيت جريدينت، هذا موجود هنا، هذا اسمه سيف اكزيت جريدينت. تمام عيني. فشو انطيك؟ انطيك قيمه اف يو نو مثلا كذا نوع التربه هاي السي الها، فشو تقول السيف اكزيت جريدينت؟ ها 1 على سي. تمام عيني. لازم بالسيفتي. طيب ست شلون راح اقارن؟ مو عندك اتش على ال راح تحسبها بهاي الخطوه؟ لاحظ هاي الخطوه راح تحسب بيها اتش على ال. الاتش شنو قلنا؟ هذا الارتفاع اللي هنا ارتفاع الهيدروليكي، اذا عندك ماي بالداون ستريم تطرحها من عنده. على ال طول المسافه اللي يقطعها الماء اللي هي مسافات العموديه زائد المسافات الافقيه فيرتيكال زائد هوريزونتال، راح تحسب الاتش على ال. الاتش على ال تروح تقارن مع 1 على سي،
واحد على سي، السي هو عبارة عن الكوهيجن الخاص بالتربة. فتقارن إذا شفت هذا الرقم هذا طلع أكبر من هذا، إذا التربة غير آمنة على البايبنج، يعني لازم هذا الواحد على سي يطلع أكبر من الاتش على ال. أرجع وأقول لازم قيمة الواحد على سي أكبر من شنو؟ من الـ H على L. إذا طلعت الـ H على L أكبر من واحد على C، إذا شو تقول لي بالجواب؟ تقول لي إذا مثلا this type of soil is مثلا not safe against piping. So هذا التايب من الفيلر ممكن يحدث، maybe a cure، تمام عيني؟ فشو هسه إذا أحد سألني شلون أنا أشيك السيفتي against piping؟ تقارن ال H على L قيمتها، كأن خلينا نفترض قيمة ال H على L طلعت لك 10 وهاي واحد على C مثلا، العفو H على L طلعت لك مثلا 0.3 وواحد على C مثلا طلعت لك 0.5، من الأكبر؟ واحد على C. إذا هاي التربة آمنة. لو هاي طلعت أقل مثلا 0.2 وهاي 0.3، إذا التربة غير آمنة وهذا النوع من البايبنج راح يحدث. لذلك نوصي توصيات، ممكن نضيف بعد بايل اضافيه، ريتين وول، انجكشن حقن، اني ثينج. السيفت الثاني اللي لازم تشيكه هو ضغط الاصعاد. هذا النوع من الماء من يجري من الاب ستريم للداون ستريم يسبب لنا مشكلتين، قلنا المشكله اما تدرج خروج اللي هو ضغط، يعني انه اكزيتيك جريدينت، او انه الثاني هو ضغط اصعاد يسبب يحاول يرفع ارضيه المنشأ، نتيجه انه هذا الماء من يصير تحت التربه يولد نوع من الضغط. تعرفون التركيبه الجيولوجيه للتربه هي مو سويل، يعني هو عباره عن مجموعه من المعادن، فيتولد هذا ضغط الاصعاد. لذلك انا لازم اقضي على ضغط الاصعاد، مو اقضي على اليميه وانما احاول اقلل منه، فلازم اسوي له تشيك. فالتشيك الثاني هو السيفتي، لازم الامان ضد ضغط الاصعاد. فشو تسوي حتى تسوي تشيك ضد ضغط الاصعاد؟ تروح تشيك، تحسب هذا، تحسب الاتش سي، وتحسب الـ بالمناسبه الاتش سي والاتش اي، هذا الاتش سي والاتش اي هو نفسه، هذا نقدر نقول نفسه ضغط الاصعاد. فتروح ورا ما حسبت قيمة الاتش، يعني هنا أنا مثلا الاتش بي هذا الابلفت برجل شو يساوي لك؟ جاما ووتر في الاتش بي، تمام عيني؟ فتحسب والداون وورد اليه، الداون وورد برجل هالشكل ينحسب. تحتاج بس نجي نحسب السمك الارضية، سمك الارضية شو يساوي لك؟ الاتش بي على جي ناقص واحد، تمام؟ الجي هذا السبيسيفيك جرافيتي الخاص بالارضيه، نوع الارضيات دائما اللي نستخدمها هي كونكريتيه، فخلي ببالك دائما تاخذ 2.4 2.2.4، تمام؟ في هذا الرينج مالته، يعني تحاول تحفظه، هذا قيمه الجي ايوه السبيسيفيك جرافيتي الخاص بالكونكريت. لاحظ هسه يجي احد ست، احنا هذا الموضوع شلون خطوات حله؟ مثل هذا دا اقول لك اني هنا وجد لي الهايدروليك جريدينت والابلفت برجر اثنيناتهم، اد شنو المطلب الثالث؟ الثيكنس اوف فلور عندك قد 15 متر فروم ذا ابستريم اند اوف فلور. لاحظ هسه انا هنا عندي منطيتك في اي، وكان اعتبر هذا خزان ماء، منطيتك بالداون ستريم واي لا صفر، فاذا ارتفاع الماء هنا نفسه هو نفس الاتش، ماكو تقول اتش هنا ناقص اتش هنا، لو منطيتك هنا اكو مي كان لا، قلت هذا الفرق هذا ناقص هذا الاتش اللي استخدمه بالقوانين. فهسجي تحسب للمسافة العمودية اللي يقطعها الماء، شو تقول؟ 6 + 6 + 10 + 3 + 3 هاي المسافة شقد اللي منا لهنا؟ هاي بقت منا لهنا تقول 15، هاي الكلية ناقص 10 شقد بقت؟ هاي 5 + 5 تمام؟ زائد هاي، أو لا تقول زائد 5، هاي كلها زائد 20، بس إذا تريد تعرف هاي المسافة من هنا 5 + 20 + 8 + 8 توصل إلى نقطة بي، ما عندك مشكلة. هسه حسبت أنت الطول الكلي، أوكي؟ بعد ما حسبت أساهية خطوات الحل، إذا أول خطوة تحسب للطول الكلي، الأش عندك اللي هو ارتفاع الماء الهايدروليك جريدينت، إذا 6 على L حسبت المقدار الستة على L، هاي لاحظ هنا اول شيء تحسب البيركوليشن اللي يصير من الاي، اذا تحسب الطول الكلي
مثل ما قلنا هاي المسافات 6 + 6، لأن المسافة العمودية راح يمشيها مرتين، زائد 10 + 3 + 3 زائد 20 + 8 + 8، تطلع هاي المسافة الكلية. أنا شو مسوي هنا؟ مو كان ما كاتب 6 + 6، كاتب 2 × 6 + 10 + 2 × 3 + 20 + 2 × 8، تطلع هاي المسافة الكلية 64 متر. نجي الهيد مال الماء بالأبستريم بجهة الستركتشر اللي بجهة المنبع، شقد مقداره؟ 6. إذا الأش على إل اللي هو معامل بلاي أو بلاي ثيوري، الأش على إل 6/64، تمام؟ تجي تقارن هسه لها الهيدروليك جريدين، تجي تحسب ها وتقارنه مع الواحد على سي. أنا أنطيك نوع التربة، أقول لك إذا أنت علمت إنه نوع التربة كذا، فتقارن هذا مع هذا وتقول لي يابا الهيدروليك جريدينت شنو هو؟ نفس الأش على إل. من أطلب من عندك فايند الهيدروليك جريدينت، يعني معناها نريد من عندك قيمة الأش على إل. هنا صار واضح. نجي لو طالبة من عندك بالسؤال قالت لك تشيك لي أيضا مع الهيدروليك جريدينت، تشيك لي الإكزيت جريدينت أو الباي بنك. هذا أقول لك تشيك لي الباي بنك، هاي الكلمة تشيك لي الباي بنك، أو أسميها اسم ثاني اسمه الإكزيت جريدينت. قيمة الأتش على إل طلعتها، تروح تقارنها مع واحد على سي. فضروري أنا من أطلب عندك هذا الطلب لازم أعطيك السي مال التربة، تروح تحسب هذا واحد على سي، تقارنه مع الأتش على إل وتشوف أكبر أو أصغر، مثل ما شرحت لك مسبقا تقول سيفتي أو نون سيفتي، تمام؟ هذا أول مطلب. خلاص نجي على المطلب الثاني اللي هو بعد ما حسبت هذا، اروح احسب الابلفت فيرجر على اديا بوينت اد بوينت سي. ارجع للرسم الاصلي هذا مال السؤال، وين هذا الرسم الاصلي مال السؤال هذا؟ فاذا شو اسوي؟ اسوي تشابه مثلثات بين من؟ بين المثلث الكبير والمثلث الصغير. هذا ايش قد ارتفاعه؟ 6. ايش قد مسافته الكليه الافقيه؟ ما لي علاقه بالعمودي، هاي المسافه الكليه العموديه زائد الافقيه. ايش قد طلعت؟ 64. يعني اذا تريد تسوي تشابه مثلثات اوكي، اذا يعني انا اتوقع موضوع كل السهل، واللي ما حافظ تشابه مثلثات عنده هذا القانون جاهز اللي هو اتش سي، وانت المفروض تعرف لان انت مهندس. هذا الاتش سي اتش على ال ال ناقص 2 دي 1، تمام؟ هذا تحسب الاتش سي، او تقول لي لا انا مباشره حتى ما انه تصير فد شغله، انا اذاك تفهم ما تحفظ، فتذهب تطبق تشابه مثلثات بين هاي النقطة وهاي النقطة، راح يصير عندك مثلث الكبير 6/المسافة الأفقية بهذا القدر، يساوي لنا هذا شو اسمه ارتفاعها نسميه اتش سي على المسافة الأفقية اللي تمشيها، أفقية زائد عمودية. فأنت عندك هنا وكأنه هاي المسافة منها هنا شقد؟ 15 + 8 + 8، فتطلع على أساس الاتش سي. بعد ما حسبت الاتش سي هنا، يا هذا الاتش سي حسبناه، نجي تحسب الثيكنس، الثيكنس مال الأرضية عند هاي النقطة، شو تساوي لك؟ يساوي لك اتش سي على سبيسيفيك جرافيتي ناقص 1. حسبت السبيسيفيك جرافيتي، حسبت سمك الأرضية، تمام عيني؟ لهنا تكون محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي محاضرة رقم 1 بالإنترودكشن أوف هيدروليك ستراكشر كملناها، وإن شاء الله تكون واضحة. ألتقيكم إن شاء الله بالمحاضرة الثانية، دمتم بأمان الله وحفظه.